ديال هذا الندوه، ولكن اللي كنقول هو ان الجمعيه المغربيه للتضامن والتنميه كترحب بالجميع باش نعطيو واحد الفرصه باش نناقشوا واحد النقاط اللي الحقيقه كتبقى غامضه في السياسات الاجتماعيه ديال بلادنا. مبارك مغلي، نائب رئيس الجمعيه المغربيه للتضامن والتنميه. هذا اللقاء اللي كنظموه في تارودانت هو لقاء مهم جدا، هو رابع لقاء وطني جهوي اللي نظمناه على فيما يخص الحمايه الاستراتيجيه الوطنيه للحمايه الاجتماعيه، اللي حاليا مشروع كبير اللي غادي يهم جميع الفئات، ولكن اللي لاحظنا احنا في هذا الاطار هو ان المراكز لي زتابليسمون دو بروتيكسيون سوسيال والفئات الهشه فيها بعض الفئات اللي ما غاديش تقاس بهذا المشروع الكبير، وبالتالي لابد ما الجمعيات المجتمع المدني يقوموا بترافعات من اجل دمج جميع الأشخاص اللي في وضعية هشة في هذا الورش الكبير. وشكرا. إذن أعطي الكلمة للمدام في البداية للأخت والسيدة صباح بن كمون. يندرج هذا اللقاء اليوم، هذه المائدة المستديرة، حول النقاش حول التفعيل أو تنزيل الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية وفق المعايير ديال اتفاقية ديال 102 والتوصية 2002 لمنظمة العمل الدولية. ومن هذا المنطلق عملت أمسيد مع الشركاء ديالها على المستوى الوطني والمحلي التي تمثل في الجمعية الخيرية الإسلامية وجمعية التضامن مع الشخص المعاق، من أجل تقوية قدرات المجتمع المدني خاصة الجمعيات المسيرة لدور الرعاية الاجتماعية، والتفكير كيفية تدبير أو تفعيل والتدابير ديال الحماية الاجتماعية على المستوى المحلي أو المستوى اللامركزي أو الترابي في علاقة الحماية الاجتماعية بالأشخاص في وضعية صعبة، التي تقوم هذه الجمعيات بتدبير المؤسسات ديال الرعاية ديالهم، فيهم المسنين المسنات، الأطفال في وضعية صعبة، الأشخاص في وضعية إعاقة. وهذا اللقاء غيكون لقاء تشاوري من أجل وضع واحد الرؤية موحدة انطلاقا لأن عرف المشروع، عرف الانطلاقة ديالو منذ مدة، وتتوج في اللقاء بمدينة الصويرة بنداء الصويرة من اجل العمل على تشبيك ووضع واحد لوبي ديال الضغط، لوبي ضغط تتالف من الجمعيات المسيره لدور الرعايه الاجتماعيه على المستوى الوطني. التسيير ديال المركز ديالنا وفي الوثائق اللي وجدنا، شكرا لكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله. سعاد فتح الله، مديرة مركز التضامن التابع لجمعية التضامن مع الشخص المعاق. احنا حاليا في هذه المائدة المستديرة اللي كتهضر على الحماية الاجتماعية حسب معايير الحماية الاجتماعية الاتفاقية 102 والتوصية 202. هذا اللقاء مع جمعية أمسيد بشراكة مع جمعية التضامن مع الشخص المعاق وجمعية الخيرية الإسلامية لدار الطالب، وأيضا بشراكة مع الاتحاد الأوروبي. احنا هنا لنقاش هاد التوصيات، نقشوا الوضعيه ديال مراكز ديال مؤسسات الرعايه الاجتماعيه وموضوع ديال التغطيه الصحيه الخاضعه لنظام التامين الاجباري على المرض وغيرهم. ثم هنا كيقوم بدعوه الاشخاص الخاضعه لنظام التامين الاجباري على المرض الى تسجيل انفسهم على المرض. بسم الله الرحمن الرحيم. سفيان العقاوي، مدير الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أكادير. المشاركه ديالنا في هذا اللقاء كتجي في اطار سلسله ديال الحملات التواصليه
واللقاءات التواصلية مع الفئات الجديدة اللي غيشملها نظام التغطية الصحية والإجبارية، وكذلك نظام الحماية الاجتماعية ديال التقاعد والتعويضات العائلية والتعويضات عن فقدان الشغل. هذا اللقاء هذا اللي قدمنا فيه العرض ديالنا حول هذا المشروع الملكي الكبير، واللي عطينا فيه التفاصيل ديال المشروع والدور ديال الضمان الاجتماعي والدور ديال المديرية الجهوية لصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أكادير من أجل إنجاح هذا المشروع الملكي الكبير، ونتمنى التوفيق للجميع. شكرا. اللي كنتمنى انه يكون ان شاء الله مثمر، وكل ما غادي يستافدوا منه غادي يكون يدوس واحد الجو اللي هو ديال الحوار. من صباح رئيسة قسم الشؤون القانونية والمؤسساتية بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي. اليوم حضرنا في هذا اللقاء التواصلي باش نقدموا فكرة على ما تقوم به الوكالة الوطنية للتأمين الصحي كهيئة تعنى بضبط منظومة التغطية الصحية ببلادنا، وبالخصوص فيما يخص تدبير نظام المساعدة الطبية. خلال هذا اللقاء حاولنا نقدموا بعض المنجزات أو بعض الأرقام اللي تخص هذه الفئة ولا هذه الشريحة المجتمعية، وكذلك حاولنا نوصلوا يعني ما تقوم به الوكالة بجانب يعني الشركاء من قطاعات حكومية فيما يخص تعميم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وأخص بالذكر يعني انتقال الفئة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض كما جاء في خطاب صاحب الجلالة وكما جاء في القانون الإطار 0921. ما تنسوش تتابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد، ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.